ومن الزمالك بقى نروح للاسماعيلي، وبيستعيد فريق الاسماعيلي بقياده كابتن احمد حسام ميدو جهود التونسي حمدي النقاز الظهير الايمن للفريق في مباراه حرس الحدود المقرر ليها يوم الاحد الجاي على استاد برج العرب بالاسكندريه ضمن منافسات الجوله ال 12 لمسابقه الدوري المصري، وده اكيد بعد انتهاء ايقاف اللعب. غياب حمدي النقاز عن مباراه الاسماعيلي مع البنك الاهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الكارت الاصفر الثالث ليه في الموسم ده خلال مشاركته في مباراه فريقه الاخيره امام الزمالك. نروح بقى لمنتخب الشباب، وحدد محمود جابر مدير فني لمنتخب الشباب يوم 23 يناير الجاري موعد لانطلاق المعسكر المقبل للفراعنه للصغار اللي بيعتبر الاخير قبل خوض منافسات بطوله امم افريقيا للشباب في مصر، ومفروض ان البطوله هتنطلق يوم 19 فبراير القادم. اسفرت بقى قرعه بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه عن وقوع منتخب مصر في المجموعه الاولى اللي بتضم كل من موزمبيق والسنغال ونيجيريا. بتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بتقام على 3 ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كمان بقى خلونا نستعرض كده معاكم مواعيد مباريات اليوم من دوري ممتاز بيه، والمباريات اللي هتكون بتتلعب النهارده كتاري هتتعرض معانا على الشاشة. وعايزه اقول لكم ان مباراه زاد ومنتخب السويس هتتعرض النهارده على شاشه اون تايم 2 الساعه 2:30 بعد نهايه الحلقه مباشره. خلونا بقى كمان نروح لجوله في اخبار انديه الممتاز بيه، وعايزه اقول لكم ان قرر اتحاد الكره المصري شطب اسامه عبد الحي اخصائي تاهيل بنادي الترسانه بعد احداث مواجهه الترسانه مع السكه الحديد، وتخفيف عقوبه ايقاف خالد عيد لاربع مباريات بدل من 8 مباريات. كمان قرر الاتحاد المصري لكرة القدم شطب مصطفى عبد الشافي مدير الفني لفريق ابو طشت ونشأة كمان علاء الدين المدرب العام للفريق بعد احداث مواجهة مكادي في دوري القسم الثالث. واخيرا بقى تعاقد نادي لافينا مع محمد اسامه لاعب فيكتوري المالديفي لمده 3 مواسم ونص في اولى صفقات الفريق الشتوي، وبيشارك اللاعب في مركز صانع الالعاب، وبيحتل لافينا المركز الثاني في المجموعه الاولى برصيد 26 نقطه.